السلام عليكم اخوان، انا حاصل على شهاده الاجازه المهنيه كما كتلاحظوا في مهنه التدريس اللي كنقصدوا بها 10000 اطار اللي معفيين من بريسيليكسيون، ومع ذلك ما لقيتش الاسم ديالي مدرج ضمن اللائحه ديال اللي استدعي باش يدوزوا امتحان ديال التعاقد. وفي نفس الوقت كاينين شي ناس اللي عندهم اجازات عاديه معدلات اللي طايحين، مادة فيزياء 11.30، كاينين أمثلة حية من الواقع معيط لي ندوزو، حنا اللي عندنا الحق ندوزو بلا بريسيليكسيون معيطو ليناش. بسبب الاحتجاج ديال المترشحين اللي دفعوا المبالغ التعليم بموجب عقد، لقينا أن هناك مجموعة من الخروقات فيما يتعلق بطريقة الانتقال الأولي بالنسبة للمترشحين. كنتفاجئوا ان هناك بعض العينات من المترشحين اللي حصلوا على اقل معدل وبدون تجربه وعلى شهاده اعتراف، يعني مازال ما خرجش من الاجازه، في حين كنلقاو الناس اللي عندهم كفاءه علميه واصحاب الكفاءه النظريه وعندهم خبرات في مجال التدريس وكذلك حاصلين على المعدل اكثر مما نلاحظه في اللائحه ديال الانتقال الاولي من بعض المترشحين. وهذا لا يعني اننا نريد اقصائهم، بالعكس من ذلك نريد فتح التحقيق ووضع معايير انتقال اولي المعتمده من خلال من طرف الاكاديميه. هذا ما نطالب به، ولذلك احنا متواجدين الان الساعه 12 ليلا، مازال معتصمين هنا وكنقلبوا على شي بلاغ اللي غادي نصفنا ان شاء الله غدا امام المركز، امام المؤسسات اللي غيجتازوا فيها المترشحين الامتحان. وبالتالي كنلقاو كما ذكرت خلاصه القول، كنلقاو يعني بعض المترشحين اللي هما كنأكد عليهم لا يتوفرون على خبره ولا يتوفرون على نقط تؤهلهم لاجتياز المباراه مقارنه مع الاخوان الاخرين اللي عندهم لي نوت، اللي عندهم يعني نقطة تفوق المعدل اللي كنلاحظوه في الليست، وكاين عندنا نماذج مثلا على سبيل المثال حنا عندنا في الدراسات الإسلامية معدل 11.74 و 12.72 بشوادي اعتراف، وبالتالي حنا اللي عندنا الإجازة وعندنا معدل يفوق هذه المعدلات اللي عندنا تقصينا، وحنا بغينا فتح تحقيق وأؤكد على ذلك. ما هي المعايير المعتمدة من أجل اختيار هؤلاء الناس وتم إلغاء بعض الناس أخرين؟ هذا هو نتكلم على لي سورس بروفيسيونيل، نتكلم حتى على الناس اللي ما عندهمش دي لي سورس بروفيسيونيل ولا 10000 إطار ولا غير ذلك، كنتكلموا على ناس عندهم نقط إجازة عادية وتهزوا دي نوت اللي قل منهم وهما ما تهزوش. لا غنهضروا على هذا المنطق، غنهضروا على أي نقطة كانت قل من آخر نقطة تخدات بالتالي خاصها تتخال. انا عندي لانوت في الاجازه الاساسيه وعندي شواهد عمل بالنسبه للمدارس بريفي، خاصني نتهز ماشي على ودي انا ولكن على ود كاملين هاد الطلبه. الا كنا غادي نعيب المعايير ديال لي نوت والاجازات الاساسيه راه خاصنا نطبقوها على الجميع، ماشي نطبقوها على واحد فئه وفئه اخرى ما نطبقش عليها. ومن النقطه ديال الجهويه، وان الانسان الا ما كانش الطالب الا ما كانش من هذه الجهه ما خصوش يدفع. انا كنعرف ديكا اللي دفعوا في هذه الجهه وهما ماشي ولاد الجهه وتقبلوا، على عكس ناس اخرين ولاد الجهه وما تقبلوش. اذا فين هي هاد المعايير وفين هي هاد تكافؤ الفرص اللي كيتكلموا عليه؟ انا ما بان ليا لا تكافؤ فرص لا معايير لا والو. الاسم ديالي هذا هنايا قدام، الاسم ديالي مصطفى الودغيري، انا تولدت في مدينه الرشيديه في مدينه الرساني. ها هو المعدل ديالي كما كتشوفي هنايا في التحت، عندي في المعدل هنايا عندي في المعدل 15.39 كليه الشريعه بفاس. هذا باش ما يكونش شي واحد راه حنا مزورينه ولا شي حاجه مزورين هذاك المعدل. هذا الريفيد نوت ديالي ها هو ده هنايا، فيه المعدلات كاملين، ها هي المعدلات هنايا كاين تسميتو ديال هذا، وكاين ريفيد نوت هنايا وما ده هنايا، وكاين عندي بالاضافه للاجازه كاين عندي ماستر في التربيه، ماستر متخصص ها هو في المدرسه العليا الاساسيه بمارتي. وبالاضافه لهذا كاين عندنا واحد الشهاده ديال التدريب ميداني لمده 7 شهور في مؤسسه آي. ومع ذلك هاد الناس هادو ما بقاوش يجلسوا معنا حتى الارض غير يسمعوا الحالات ديالنا. ها هما دابا
دابا كيهزوا الناس اللي بغاو، الناس اللي عندهم الكفاءه ديالهم هما تيخليوهم هنايا جالسين، والناس الاخرين هما تيهزوا اللي بغاو هنايا.